الرئيس السيسي يواجه بقية عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، وصول البحارة المصريين العشرين لأرض الوطن بعد تأمين الإفراج عنهم باليمن. بريطانيا وكندا تعلنان عن عقوبات تجارية جديدة ضد روسيا، وموسكو تصف بيان مجموعة السبع بأنه اعترف بنجاح العملية العسكرية. السادسة صباحاً الرابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتي حضراتكم من القاهرة عبر شاشة أكسترا نيوز. أهلاً بكم، والبداية مع الزميلة سمر الزهيري. إليك سمر. شكراً لك يا دارين، وأهلاً بكم مشاهدينا الكرام. والبداية، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية، وكذلك الاستمرار في تنفيذ كل الإجراءات الأمنية التي تسهم في القضاء على الإرهاب بكل أشكاله. جاء ذلك خلال ترأس الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث تناول الاجتماع استعراض تداعيات الحادث الذي استهدف عددا من شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة خلال أدائهم الواجب الوطني، وكذلك الإجراءات المنفذة والمنفذة لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والقضاء عليها. ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي عقد صباح اليوم، حيث تناول الاجتماع استعراض تداعيات الحادث الذي استهدف عددا من شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة خلال أدائهم الواجب الوطني، وكذلك الإجراءات المنفذة لملاحقة العناصر التكفيرية الهاربة والقضاء عليها. وقد وجه السيد الرئيس بقيام عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية، وكذلك الاستمرار في تنفيذ كافة الإجراءات الأمنية التي تسهم في القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله. وأشاد السيد الرئيس خلال الاجتماع بالجهود التي تقوم بها القوات المسلحة في تجفيف منابع الإرهاب واقتلاع جذوره من شبه جزيرة سيناء بالتعاون مع الأهالي الشرفاء، بالإضافة إلى جهودها في إنجاز المشروعات القومية العملاقة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، مشيرا سيادته إلى تقدير الشعب المصري للتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته. كما تم مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن البرهان أعرب للرئيس السيسي عن خالص التعازي في شهداء العملية الإرهابية التي وقعت في سيناء والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا تضامن ومساندة السودان لمصر في جهودها في مكافحة الإرهاب. وقد أعرب الرئيس السيسي من جانبه عن تقديره تجاه اللفتة الأخوية من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والتي تجسد الأواصر والروابط الأخوية التاريخية بين بلدي وشعبي وادي النيل. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تضمن تقديم الرئيس سعيد العزاء للرئيس السيسي ومصر حكومة وشعبا في شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا نتيجة الاعتداء الإرهابي الذي وقع في سيناء، وكذلك وقوف الجمهورية التونسية بجانب مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره. من جانبه أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لتلك اللفتة الكريمة من أخيه الرئيس قيس سعيد، مؤكدا قوة العلاقات التاريخية بين البلدين، ومتمنيا لتونس وشعبها الشقيق كل أمن واستقرار. هذا وتلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، وحسب ما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية فقد أعرب ملك الأردن خلال الاتصال عن خالص العزاء للرئيس السيسي والشعب المصري في شهداء القوات المسلحة
الذين استشهدوا نتيجة الاعتداء الإرهابي الغادر الذي وقع في سيناء، مؤكدا تضامن الأردن الكامل مع مصر في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله. من جانبه أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة من أخيه جلالة ملك الأردن، والتي تعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، متمنيا للأردن حكومة وشعبا كل استقرار وسلام. أعربت الأمم المتحدة عن خالص تعزيها لأسر شهداء الهجوم الإرهابي في سيناء، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. كما أعربت فرنسا عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي في سيناء، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن بلادها تتقدم بالتعازي لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. أدانت تركيا الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة لرفع المياه بسيناء، وأعربت وزارة الخارجية التركية في بيان عن تعازيها لذوي الشهداء ولشعب مصر الشقيق والدولة المصرية، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وصل البحارة المصريون العشرون الذين تم تأمين الإفراج عنهم باليمن إلى أرض الوطن بعدما جرى تأمين عودتهم إلى البلاد تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. وفور عودتهم إلى البلاد توجه البحارة بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أنهم كانوا على ثقة كاملة بقدرة الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي على إنهاء أزمتهم. أهلا بكم، هذا يوم جديد من الأيام التي تقول فيها مصر أنها لا تتعامل مع أزمات المصريين في الداخل أو الخارج باعتبارها أمرا عارضا. هذا يوم من الأيام الذي تبرهن فيه مصر من جديد على أنها تتعامل مع الكرامة الإنسانية للمواطن المصري باعتبارها مكونا أصيل ضمن الاستراتيجية الوطنية الحقيقية والواقعية لبناء الإنسان للاستثمار في البشر. أي استثمار في البشر يمكن أن يتأتى إلا باستثمار حقيقي في صون الكرامة الإنسانية. هذا يوم من الأيام التي يحتفي فيها المصريون بمصريين بأقرانهم ممن لا يعرفونهم، 20 مصريا من العائدين من الأراضي اليمنية بعدما احتجزوا فيها، وبتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تمكنت مصر من استعادة أبنائها، من استعادة 20 بحارا وصيادا مصريا على متن قاربهم الذي احتجزوا عليه. هذا يوم من الأيام التي يتوجه فيها المصريون مباشرة بالشكر إلى الدولة، ليس من منطلق الحديث الإعلامي فحسب، وإنما إدراكا منهم بأن هناك تحركا حقيقيا أنهى بهم مشكلة ظنوا لأيام أنها مشكلة تقريبا بلا حل. هذا يوم من الأيام التي سيبيت فيها مصريون كانوا محتجزين سيبيتون فيها هذه الليلة بين ذويهم. أتوجه برسالة خاصة إلى فخامة السيد الرئيس الأب عبد الفتاح السيسي حفظه الله، والله مهما تكلمنا ومهما كتبنا ومهما سطرنا بالأقلام في الكتب لن نوفي حقه. فيعني هذا سيادة الرئيس كان اهتمامه ومن ضمن أولوياته الاهتمام بأبناء الشعب المصري خارجيا وداخليا، وحينما علمنا ذلك لا تتصور يعني دفقة الشعور والانبهار والانبساط لما علمنا أن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله تولى أمرنا. كنا في قمة السعادة، فرحة ما تتعوضش، فرحة ما حدش يصدقها. وانت محتجز هناك شكل المعاملة كان عامل ازاي الأول؟ المعاملة كانت كويسة، بس احنا في ايدنا الأمل اللي نروح، ولما السيد الرئيس اتدخل وجابوا لنا إفراج والحمد لله جينا بالسلامة. احنا العشرين بحري بنصلي وبندعي، وكلنا كنا عندنا إحساس اللي ربنا يفك ياسرنا، وفعلا اجلنا العفو، وبرضك بالقيادة المصرية ربنا يبارك لنا فيهم على رأسهم الرئيس القائد الأعلى عبد الفتاح السيسي أبونا، ربنا يبارك لنا فيه. نعى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي شهداء حادث سيناء الإرهابي، مؤكدا دعمه الدائم وثقته الكبيرة في القوات المسلحة في جهودها المضنية في القضاء على الإرهاب واقتلاعه من جذوره. كما عقد التحالف اجتماعه السابع ضمن سلسلة من الاجتماعات المرتقبة للوقوف على أولويات كيفية تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية
وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. كما أعلن التحالف الوطني إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة وصل الخير 2 في منتصف شهر مايو الجاري، وذلك ضمن خطة الحماية الاجتماعية والممتدة لنهاية العام من خلال الدعم النقدي الذي قدمته الدولة المصرية للتحالف، والذي يقدر بتسعة مليارات جنيه إلى جانب ما توفره الجمعيات والمؤسسات الشريكة في التحالف، والتي تقدر جهودها وأنشطتها بخمسة مليارات جنيه ونصف المليار حتى نهاية العام الجاري. كما أكد التحالف حرصه الشديد على المشاركة في الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي سوف يدشنه التحالف بإطلاق حوار مجتمعي موسع حول كيفية دعم بيئة العمل الأهلي في مصر بكافة أشكاله لضمان تحقيقه لأكثر قدر من الإفادة للمواطنين المصريين، بالتوازي مع تحقيق مزيد من الحرية لممارسات المجتمع المدني في مصر. أعلن مجلس النواب دعمه الكامل للجيش والشرطة لتطهير ربوع الوطني من الإرهاب الأسود. وفي بداية الجلسة العامة للبرلمان، أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أكد أن مصر أمام إرهاب أسود يستبيح سفك الدماء، وأن هذا الإرهاب لا دين له ولا وطن. كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء وتنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة. حمى الله شعب مصر ووقاه من كل سوء، ورحم الله شهداء الوطن وأسكنهم فسيح جناته. بهذه الكلمات افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس، والتي استهلها بدعوة جموع النواب للوقوف دقيق حداد على أرواح شهداء الوطن. يؤكد مجلس النواب أننا أمام إرهاب أسود جهول يستبيح سفك الدماء لإجهاض كل قيمة شريفة، إرهاب لا دين له ولا وطن، مناهض للحياة، ولن يفلت المجرمون الضالون بفعلتهم، فأبطال الجيش والشرطة قد أقسم كل منهم على افتداء الوطن بدمائهم الزكية. وخلال الجلسة العامة، وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء وتنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة. ويهدف مشروع القانون إلى استعادة مصر لريادتها في مجال تربية وإنتاج الخيول، وخلق قيمة اقتصادية مضافة في هذا المجال. وفي نهاية أعمال الجلسة، وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر ستار بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. ويهدف البرنامج للمساهمة في تحسين مستويات المعيشة للفئات المستهدفة في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج، من خلال دعم هذه الفئات لتطوير القدرة على مواجهة نضرة المياه في المستقبل ومخاطر المناخ، عن طريق الاعتماد والتبني المتزايد لتقنيات الإنتاج والري الفعالة، فضلا عن تحسين إنتاجية وجودة المنتجات المختلفة. تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع محافظ البنك المركزي سبل تيسير إجراءات توفير التمويل للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج بحضور وزيرة التجارة والصناعة. وتم الإشارة خلال الاجتماع إلى عقد اجتماعات دورية مع المصنعين والعمل على حل أي مشكلة قد تطرأ. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 238 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 86 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط أكثر من 43 طنًا. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية،
تم ضبط أكثر من 42 طناً. أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 281 قضية، من بينها 89 قضية خبز ناقص الوزن و68 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أعلنت وزارة الداخلية جهود أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية خلال شهر في مجال الأمن العام، والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، نتابعها في التقرير التالي. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 2120 عنصرا إجراميا ومصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح، قتل، مخدرات، سرقة، وضبط معهم 2221 قطعة سلاح ناري أبرزها جيرينوف ورشاش و189 بندقية آلية و40 مسدسا و166 بندقية خرطوش و824 فرد محلي وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة العيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقهلية وضمياط وبورسعيد، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 237 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 3961 قطعة سلاح ناري بحوزة 3257 متهماً أبرزها جرينوف ورشاش و504 بندقية و395 بندقية آلية و182 مسدسا و2876 فرد محلي الصنع وكمية من الطلقات مختلفة العيرة و478 خزينة، إضافة ل 4995 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 41 تشكيلا عصابيا ضموا 171 متهما قاموا بارتكاب 159 حادث، كما تم ضبط 538 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنها ارتكاب أعمال البلطجة، وتم كشف أمود 348 حادث ما بين خطف وقتل وسرقات بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 539 متهما، كما تم إعادة 19 سيارة مبلغ بسرقتها. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,343,902 حكما قضائيا، من بينها 9,341 حكم جناية و714,390 حكم حبس جزئي و121,000 و518 حكما مستأنفا ومليون و171,166 حكم غرامة و327,487 حكم مخالفة.
في سياق التداعيات الاقتصادية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والأوكراني ديمتري كوليبا خلال اتصال هاتفي بحثا رفع الحظر عن صادرات أوكرانيا الزراعية لضمان الأمن الغذائي العالمي. وعقب الاتصال صرح المسؤول الأوكراني بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة صارمة على روسيا. أعلنت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية أن الجفاف الشديد وأزمة كورونا والحرب في أوكرانيا تهدد بتفاقم الجوع في العالم. وقالت الوزيرة في مقابلة نشرتها صحيفة بيلد الألمانية إن تلك القضايا تسببت في ارتفاع أسعار السلع الغذائية بمقدار الثلث، وهو مستوى قياسي، مشيرة إلى أن برنامج الأغذية العالمي يقدر حاليا أن أكثر من 300 مليون شخص يعانون من الجوع الحاد، وهذه التقديرات تتصاعد يوميا. رجح رئيس مجلس إدارة كوميرس بانك الألماني مانفريد كونوف رجح أن تزداد حالات الإفلاس في البلاد حال تعرض إمدادات الطاقة في ألمانيا للخطر. يأتي هذا في وقت تواجه فيه ألمانيا ارتفاعا في أسعار الطاقة وارتفاعا في التضخم بسبب فرض عقوبات على روسيا بعد بدء عملية خاصة في أوكرانيا. تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية في ارتفاعات قياسية لأسعار الطاقة، ما دفع بأسعار السلع والخدمات إلى تحقيق قفزات كبيرة ليشكل خطرا على استقرار الأسواق، الأمر الذي أجبر المستهلكين في مختلف دول العالم إلى تغيير أنماط الاستهلاك. المزيد مع الزميل أحمد بشتو. مشاهدينا أهلا بكم. تواجه أسعار الطاقة العالمية ارتفاعات قياسية في الأسابيع القليلة الماضية، خاصة بعد اشتعال وتيرة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي دفعت بأسعار السلع والخدمات إلى تحقيق قفزات كبيرة، مما شكل خطرا على استقرار الأسواق، والأمر الذي أجبر المستهلكين في مختلف دول العالم إلى تغيير أنماط الاستهلاك. وبحسب تقرير صدر مؤخرا عن حالة الطاقة في العالم، أكد البنك الدولي أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أحدثت صدمة كبيرة لأسواق السلع الأولية، حيث أدت إلى تغيير أنماط التجارة والإنتاج والاستهلاك العالمية بطرق يمكن أن تبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة تاريخيا حتى نهاية عام 2024. وبحسب النشرة الدورية للبنك الدولي والتي تحمل عنوان آفاق أسواق السلع الأولية، فإن الزيادة التي شهدتها أسعار الطاقة على مدى العامين الماضيين هي الأكبر من نوعها منذ عام 1973، وأحدثت زيادة الأسعار صدمة للمواطنين حول العالم، خاصة أنها تعادل أكبر صدمة لأسعار السلع الأولية يشهدها العالم منذ سبعينيات القرن الماضي. وكما كان الحال في ذلك الحين، تتفاقم الصدمة بسبب زيادة القيود المفروضة على تجارة السلع الغذائية والوقود والأسمدة. وقد بدأت هذه التطورات بالفعل في زيادة إمكانية حدوث ركود تضخمي، مما يلحق الضرر بالاقتصاد العالمي. نتيجة لاضطرابات حركة التجارة والإنتاج المرتبطة بالأوضاع في أوكرانيا، تجاوز سعر خام برنت $100 للبرميل خلال العام الحالي، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2013، وزيادة بأكثر من 40% مقارنة بعام 2021. من المتوقع كذلك أن تتراجع الأسعار إلى مستوى $92 للبرميل في عام 2023، وما يزيد كثيرا عن المتوسط البالغ $60 للبرميل خلال السنوات الخمس الأخيرة. يتوقع أيضا أن تبلغ أسعار الغاز الطبيعي ضعفي ما كانت عليه في عام 2022، في حين يتوقع أن تكون أسعار الفحم أعلى بنسبة 80% مع وصول أسعارهما إلى أعلى مستوى لهما على الإطلاق. من المتوقع كذلك خلال الفترة المقبلة أن تزيد أسعار القمح بأكثر من 40% لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق هذا العام. مشاهدينا، كان هذا استعراضنا لما تشكله الأزمة الروسية الأوكرانية من مخاطر جسيمة على أسعار الطاقة العالمية، ما يضع الأمن الغذائي العالمي في العديد من الدول في مرمى التهديد. أشكر لكم طيب المتابعة.
أعلنت بريطانيا فرض عقوبات تجارية جديدة على روسيا تتضمن رسوما جمركية على واردات البلاتينيوم والبلاديوم من روسيا. وقالت وزيرة التجارة البريطانية إن جولة العقوبات الجديدة على روسيا تطال بضائع بقيمة 1,700,000,000 جنيه استرليني. في غضون ذلك أعلنت كندا فرض عقوبات على 40 روسيا بينهم 19 يعملون بقطاع الدفاع الروسي. أكد رئيس مجلس الدوما الروسية فياتشيسلاف فولودين أن البيان الصادر عن زعماء مجموعة السبع حول تصميمهم على منع انتصار روسيا اعتراف بنجاح العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. كما أكد فولودين أن قادة مجموعة السبع بهذا الشكل يعارضون نزع السلاح والوضع الحيادي وغير النووي لأوكرانيا. كما أكد بيان قمة مجموعة السبع أن العملية الروسية في أوكرانيا انتهاك للنظام الدولي القائم على القواعد، لا سيما ميثاق الأمم المتحدة. أكد البيان أيضا مواصلة فرض العقوبات الاقتصادية على نظام الرئيس بوتين، وكذلك الاستمرار في الإجراءات العقابية ضد البنوك الروسية المرتبطة بالاقتصاد العالمي والتي تمثل أهمية في النظام المالي الروسي. وشدد البيان على الالتزام بالتخلص التدريجي من الاعتماد على الطاقة الروسية، بما في ذلك التخلص التدريجي من واردات النفط الروسي، والعمل مع الشركاء لضمان إمدادات طاقة عالمية مستقرة ومستدامة وبأسعار معقولة للمستهلكين. كما أكدت مجموعة السبع العمل على معالجة أسباب وعواقب أزمة الغذاء العالمية من خلال تحالف عالمي للأمن الغذائي. هذا ورحب بيان القمة بالجهود المبذولة لضمان المساءلة الكاملة للنظام الروسي، بما في ذلك تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من قبل مجلس حقوق الإنسان الدولي. أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال اجتماع قادة دول السبعة أكد ضرورة تزويد أوكرانيا بأسلحة تمكنها من استعادة أراضيها، وشدد جونسون على أن العالم بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد والعمل بشكل أسرع لدعم أوكرانيا. كما أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تبنت بالتنسيق مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا تشمل وسائل الإعلام وصادرات النفط. جاء ذلك في بيان صدر عن البيت الأبيض عقب محادثات بالفيديو كونفرنس بين زعماء مجموعة السبع وبمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مجموعة من الإجراءات المتعلقة بحظر تأشيرات وتطبيق سياسة جديدة لقيود التأشيرات على أكثر من 2500 من المسؤولين العسكريين الروس والقوات المدعومة من روسيا في أوكرانيا. وقالت الوزارة أيضا إنها استهدفت 8 شركات روسية مرتبطة بالقطاع البحري، وأضافت 69 سفينة إلى قائمة عقوبة وزارة الخزانة الأمريكية. قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قال إن بلاده ستحظر مبدئيا واردات النفط الخام الروسي في إطار حملة مجموعة السبع لمواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقال كيشيدا بعد اجتماع عبر الإنترنت لقادة مجموعة السبع إن اليابان تعتمد بشدة على واردات الطاقة، وتعتبر حظر الواردات الروسية قرارا صعبا للغاية، مبينا أن التنسيق مع مجموعة السبع هو الأهم في الوقت الحاضر. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مقتل نحو 60 شخصا في مدرسة تعرضت لقصف روسي في منطقة لوغانسك شرقي أوكرانيا. وكان حاكم المنطقة قد أعلن أن الهجوم تم تنفيذه مساء السبت الماضي، مشيرا إلى وجود 90 شخصا في مبنى المدرسة يحتمون من المعارك الدائرة هناك. كما تسبب القصف في اندلاع حريق في المدرسة وانهيار المبنى. من جانبه وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصف قصف مدرسة في شرق أوكرانيا بالمروع، وجدد غوتيريش التأكيد على وجوب حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية في زمن الحرب، وأشار إلى أن هذا الهجوم يذكر مرة جديدة بأن في هذه الحرب وفي كثير من النزاعات أن المدنيين هم من يدفعون الثمن الأكبر. أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي ميخائيل ميزنتسيف أن قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية تقمع جميع محاولات المدنيين للخروج من المناطق الخطرة في زابوريجيا ويصادرون سياراتهم. وقال ميزنتسيف إن الإدارة في زابوريجيا تستخدم المدنيين كدروع بشرية، كما شدد على أن كييف تنتهك بشكل يومي قواعد ومبادئ القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف. نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية قوله إن إدارة بايدن تعمل على تسريع خطط إعادة فتح السفارة الأمريكية في كييف. وأكد مسؤول الخارجية الأمريكي أن الوزير أنتوني بلينكين أبلغ نظيره الأوكراني بأن إعادة فتح السفارة هو دليل على فشل روسيا في السيطرة على العاصمة كييف. تبادل الرئيسان الروسي فلاديمير زيلينسكي والرئيس بوتين الاتهامات بتمثيل النازية بمناسبة ذكرى هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية وعشية العرض العسكري المرتقب بمناسبة عيد النصر. أكد بوتين في رسالة تهنئة إلى دول وشعوب جوار روسيا أن الواجب المشترك هو منع عودة النازية التي تسببت في المعاناة للشعوب في دول عدة. من جهته أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو أن قوات بلاده تقاتل اليوم في أوكرانيا أتباع النازية وأصحاب الأجندات القومية المتشددة. وأضاف شايغو في تهنئة بمناسبة عيد النصر في روسيا أن الجنود والضباط الروس يدافعون عن المصالح الوطنية لبلادهم، مبينا أن موسكو ستحقق أهدافها من عمليتها العسكرية في أوكرانيا بصورة كاملة.
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس المسؤولية التاريخية التي تطلع بها بلاده في دعم أوكرانيا في مواجهة العملية الروسية، وذلك دون أن يكون حلف الناتو طرفا بالصراع هناك. وفي كلمته بمناسبة الذكرى السنوية 77 لنهاية الحرب العالمية الثانية، أكد مستشار ألمانيا أن بلاده لن تسمح للرئيس الروسي بفرض السلام الذي يريده. انتقدت كييف قيام الشرطة الألمانية بسحب علم أوكراني رفعه متظاهرون أمام النصب السوفيتي في برلين. واعتبر وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا أن برلين ارتكبت خطأ عبر حظرها الرموز الأوكرانية. تعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالية السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالتزامه باستكمال المرحلة الانتقالية وصولا لمرحلة التحول الديمقراطي. وخلال اتصال هاتفي مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، جدد البرهان الالتزام بدعم جهود الآلية الثلاثية بجانب الجهود الأخرى المبذولة من قبل السودانيين بهدف تحقيق التوافق الوطني. من جانبها، أكدت المسؤولة الأمريكية دعم واشنطن لعملية الحوار والوفاق بين القوى السياسية والأطراف السودانية والذي ترعاه الآلية الثلاثية، مشيرة إلى استعداد واشنطن لتسهيل جميع العقبات وتهيئة المناخ لانطلاق الحوار بصورة شفافة. في تونس، أكد وزير الداخلية توفيق شرف الدين أكد الاستمرار في القيام بالواجب الوطني في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن العام والحرص على تكريس الحقوق والحريات. ودعا الوزير التونسي في تصريح له خلال تفقده الوحدات الأمنية المتمركزة في شارع لحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، دعا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي يتم ترويجها على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى وجود حالة من الثقة والتعاون والتقارب بين القيادات الأمنية وجميع رجال الأمن الذين يبذلون مجهودات كبيرة في حفظ أمن وسلام تونس. وإلى الشأن اللبناني، حيث يدلي اللبنانيون في الخارج بأصواتهم في المرحلة الثانية بالانتخابات النيابية والتي تجرى في 48 دولة حول العالم، ويبلغ إجمالي عدد مراكز الاقتراع الرئيسية في بلدان المرحلة الثانية 192 مركزا بها 521 لجنة فرعية. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في الداخل يوم 15 من مايو الجاري. هذا ورصدت كاميرا إكسترا نيوز إقبال الناخبين اللبنانيين المغتربين في الولايات المتحدة على التصويت في الانتخابات التشريعية، مؤكدين حرصهم على المشاركة وعدم تفويت الفرصة للتغيير في وقت تقف فيه بلادهم في مفترق طرق. لازم نآمن كلنا في لبنان، ولازم نآمن أنه يصير في تغيير، واللي ما حيصوت ما عم بحاول يغير ولا عنده إيمان إنه يغير. فنحن مع كل الصعوبات اللي مر فيها لبنان جايين نصوت ونعطي رأينا ونحاول نغير قدر الإمكان لحتى يرجع لبنان أحسن منه. هيدي فرصة لألنا تنأكد إنه مش متخليين عن لبنان. لبنان اللي بدنا إياه اليوم نحن عنا واقفين على مفترق طرق، إما الدولة وإما الدويلة. نحن بكل صراحة وبكل وضوح عم نختار الدولة، وهيدا هو التغيير يلي نتأمل له. المشهد يلي حضرتك شايفه هون ويلي المشاهدين عم بيشوفوه هو تمسك اللبنانيين بالرغم من بعدهم الاف الاميال عن وطنهم الام بهالوطن يلي منريد انه يكون فيه عدل للجميع وامن للجميع. نحن واجباتنا ان نغير، وهيدي الطريقه الوحيده اللي عنا اياها هلا ان نغير. نحن ما عنا الا هالقوه هي التصويت. قد ايه هالشيء حيأثر؟ ان شاء الله نحن بندعي ربنا أن يصير في تغيير. هلأ.
أعلنت وزارة الدفاع الصينية أنها أجرت جولة أخرى من التدريبات بالقرب من تايوان الأسبوع الماضي. وقالت قيادة المنطقة الشرقية بجيش التحرير الشعبي الصيني في بيان إن القوات البحرية والجوية نفذت تدريبات من الجمعة إلى الأحد في مناطق تقع إلى شرقي وجنوب غربي تايوان، فيما سارعت القوات الجوية التايوانية لتحذير 18 طائرة صينية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة، وأفادت بحدوث المزيد من التوغلات يومي السبت والأحد، وإن كان ذلك باستخدام عدد أقل من الطائرات. تلقى الاشتراكيون الديمقراطيون بقيادة المستشار الألماني أولاف شولتز تلقوا هزيمة كبيرة في الانتخابات الإقليمية بشمال ألمانيا، حيث حل حزب شولتز في المرتبة الثالثة بعد حزب المحافظين الفائز الأكبر وحزب الخضر. بدأ الفلبينيون الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد، ويتنافس على رئاسة البلاد 10 مرشحين في استحقاق يرى فيه كثر لحظة مفصلية للديمقراطية في البلاد. ونشرت السلطات أكثر من 60,000 من عناصر الأمن في الفلبين لحماية مراكز الاقتراع عشية الانتخابات، بعدما أعلنت الشرطة مقتل 4 أشخاص في أعمال عنف. قال مسؤولون في كوبا إن الحصيلة الإجمالية لضحايا الانفجار الذي وقع في أحد فنادق العاصمة هافانا إثر تسرب غاز طبيعي قد ارتفعت إلى 30 قتيلا. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن طواقم الإنقاذ لا تزال تبحث عن ضحايا وسط حطام الفندق الكوبي، مضيفة أن الفندق الذي شهد الانفجار كان يعد للافتتاح قريبا بعد إغلاق استمر لعامين. رياضيا، أعلن اتحاد الكرة تشكيل الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني بقيادة إيهاب جلال. وشهد الجهاز الفني للمنتخب تواجد إيهاب جلال في منصب المدير الفني، ومحمد شوقي مدربا عاما، وأحمد حسام مدربا، أما عصام الحضري فمدربا للحراس. وخلال المؤتمر الصحفي لتقديم جهاز المنتخب، أكد إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر أن الإعلان عن قائمة للمنتخب تضم 40 لاعبا عقب أسبوعين من الآن. ويخوض منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال المدير الفني الجديد أولى مبارياته الرسمية يوم 2 يونيو المقبل أمام منتخب غينيا في الجولة الأولى للتصفية الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية لعام 2023. تقام اليوم الاثنين 3 مباريات في الجولة 18 من الدوري الممتاز، يلتقي خلالها فريق إيسترن كامباني مع المقاولون العرب في 4 عصرا، ويحل فيوتشر ضيفا على فاركو في 6:30 مساء، كما يلعب طلائع الجيش مع البنك الأهلي في 9 مساء. تغادر بعثة فريق الأهلي إلى الجزائر غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة وفاق الطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها السبت المقبل. اقترب النادي الأهلي بشكل كبير من بلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه العريض على ضيفه وفاق الطيف الجزائري 4-0 في ذهاب نصف نهائي البطولة. وفي أخبار كرة اليد، توج فريق الأهلي لكرة اليد بلقب السوبر الإفريقي بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 32-31 هدفا في المباراة التي جمعتهما في النيجر، ليحسم الفريق تأهله إلى بطولة كأس العالم للأندية. كان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الزمالك بنتيجة 19-16، لكن الأهلي نجح في تقليص الفارق والتقدم وحسم اللقب. هذا ومن المقرر أن يشارك الأهلي والزمالك في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية في النيجر أيضا. حقق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي فوزا مهما خارج أرضها على فريق أهلي طرابلس الليبي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب طرابلس الدولي في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
ومن المقرر أن يقام لقاء العودة في 15 من شهر مايو الجاري. فاز فريق مازيمبي الكونغولي على ضيفه نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. سجل جون باكاتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 96 من عمر المباراة بعد نهاية الوقت الأصلي بست دقائق كاملة، حيث امتدت المباراة لعشر دقائق كاملة بعد الوقت الأصلي لها. بهذه النتيجة تم تأجيل حسم المتأهل من الفريقين إلى نهائي الكونفدرالية حتى لقاء العودة المقرر إقامته الأحد المقبل في 15 من مايو على الملعب البلدي ببركان في المغرب. فاز فريق أتلتيكو مدريد على غريمه وجاره اللدود ريال مدريد بهدف دون رد في قمة منافسات الجولة 35 للدوري الإسباني. سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب البلجيكي يانيك فريرا كاراسكو من ضربة جزاء في الدقيقة 40، وبهذه النتيجة توقف رصيد الفائز باللقب ريال مدريد عند 81 نقطة، بينما ارتفع رصيد أتلتيكو إلى النقطة 64 في المركز الرابع. وإلى الدوري الإنجليزي، حيث عزز فريق مانشستر سيتي صدارته للدوري الإنجليزي بفوزه الكبير على ضيفه نيوكاسل بخماسية نظيفة ضمن الجولة 36 من عمر المسابقة. ارتفع رصيد مانشستر سيتي بهذا الفوز إلى 86 نقطة بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني فريق ليفربول، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 43 نقطة في المركز 13. فاز فريق أرسنال على ضيفه ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة 36 للدوري الإنجليزي. سجل هدف الجانرز اللاعب إدوارد كيدار في الدقيقتين 15، بينما سجل هدف ليدز الوحيد اللاعب الإسباني دييغو لورينتي في الدقيقة 66، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد أرسنال للنقطة 66 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد ليدز عند النقطة 34 في المركز 18. وإلى الدوري الإيطالي، حيث فاز ميلان على مضيفه هيلاس فيرونا بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإيطالي. بهذا الفوز استعاد ميلان صدارة جدول الترتيب قبل نهاية المسابقة بجولتين فقط برصيد 80 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر، فيما تجمد رصيد فيرونا عند 52 نقطة بالمركز التاسع. احتفل نادي بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني عقب تعادله ضد ضيفه شتوتغارت بهدفين لكل منهما خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري الألماني. وعقب اللقاء احتفل بايرن ميونخ باللقب، حيث إنها المباراة الأخيرة على أرضه في الدوري الألماني هذا الموسم بعد أن حقق اللقب رقم 32 في تاريخه. حسم الفريق البافاري لقب بطولة الدوري الألماني مبكرا منذ الجولة قبل الماضية عقب الفوز على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند في الجولة 31 للمسابقة. تتويج بايرن ميونخ للمرة العاشرة تواليا بالبوندسليغا جعله أول نادي في تاريخ الدوريات الأوروبية الكبرى يحقق هذا الإنجاز، متخطيا رقم يوفنتوس والذي فاز 9 مرات متتالية بالدوري الإيطالي بين عامي 2012 و2020. أصبح فريق لايبزيغ قريبا من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، وذلك بعد فوزه على ضيفه أوغسبورغ بأربعة أهداف نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة 33 قبل الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم. رفع لايبزيغ رصيده إلى 57 نقطة في المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا قبل جولة من نهاية الدوري. في المقابل توقف رصيد أوغسبورغ عند 35 نقطة في المركز 14. تعادل باريس سان جيرمان الفائز بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم أمام ضيفه تروا بهدفين لهدف ضمن الجولة 36 من المسابقة. رفع بطل المسابقة الفرنسية هذا الموسم رصيده إلى 80 نقطة في الصدارة
بينما بقي تروا في المركز الخامس عشر برصيد 37 نقطة. ولازلنا في الدوري الفرنسي، حيث حقق فريق ميتز فوزا مهما على نظيره ليون بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الفرنسي. بهذا الانتصار أنعش ميتز أماله في البقاء بالبطولة بعد ارتفاع رصيده إلى 28 نقطة ليتقدم إلى المركز قبل الأخير، بينما تجمد رصيد ليون عند 55 نقطة. وإلى أخبار الطقس مشاهدينا الكرام، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف ليلا، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. بأخبار الرياضة وأحوال الطقس نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى ختام جولة السادسة صباحا، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. الرئيس السيسي يوجه بقيام عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي وصول البحارة المصريين العشرين لأرض الوطن بعد تأمين الإفراج عنهم باليمن. وبريطانيا وكندا تعلنان عن عقوبات تجارية جديدة ضد روسيا، وموسكو تصف بيان مجموعة السبع بأنه اعتراف بنجاح العملية العسكرية. لمزيد من الأخبار مشاهدينا الكرام، يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لكم على طيب المتابعة. لكم منا كل التحية، زميلتي دريم مصطفى، وهذه تحياتي أنا سمر الزهيري. إلى اللقاء.